نشرة الأخبار المحلية من قناة اليمن الفضائية، أهلا بكم. أقرت اللجنة العليا للاحتفال بيوم المعلم في اجتماعها اليوم برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الرجوفي. أقرت منح المكرمين علاوتين تشجيعيتين ومرتب شهر كامل وفقا لقانون المعلم والمهن التربوية والتعليمية بمناسبة الاحتفال بيوم المعلم على مستوى الجمهورية في 6 أبريل المقبل. وفي الاجتماع أكد الوزير الجوفي أهمية تكثيف الجهود بما يكفل تميز احتفال هذا العام، وبخاصة على صعيد إبراز مكانة ودور المعلم في بناء الأجيال، لا سيما مع تزامن احتفال هذا العام والانتخابات النيابية. وقع اليوم بوزارة الصحة العامة والسكان على عقد تقديم خبرات استشارية بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي تي زد، وتنص الاتفاقية على توفير تمويل المشروع الذي يهدف إلى رفع قدرات كادر وزارة الصحة العامة والسكان لتنفيذ المشاريع الممولة خارجيا من خلال تقديم الدعم الفني لكادر الوزارة من خلال وحدة تنفيذ المشاريع في وزارة الصحة العامة والسكان. وقع الاتفاقية عن وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الكريم راسع، وعن الجانب الألماني ممثل جي تي زد الدكتور توماس إنجلهارت. ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة ريم اليوم برئاسة المحافظ علي سالم الخضمي المحددات والإطار العام للخطة المتكاملة للمكتب التنفيذي والأجهزة الحكومية بالمحافظة للعام الجاري في المجالات الإدارية والبناء المؤسسي والهيكل التنظيمي لمختلف الأجهزة التنفيذية. وأكد المحافظ الخضمي أهمية التنظيم والإعداد والتخطيط للأعوام القادمة بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تلبي كافة التطلعات المجتمعية. إلى ذلك، ناقش محافظ ريم علي سالم الخضمي اليوم مع مهندسي القطاعات والمكاتب الحكومية المواضيع المتعلقة بعمليات وأنشطة تنفيذ المسوحات والدراسات الفنية والتصاميم الهندسية لمختلف المشاريع التنموية والخدمية بالمحافظة. وأشار المحافظ إلى دور المهندسين في تحقيق معيار العدالة بتوزيع المشاريع من خلال الخطط والبرامج التنموية والاستثمارية التي تتبناها المجالس المحلية. أكد محافظ ضمار يحيى علي العمري أهمية عقد الدورات التأهيلية لكوادر الأجهزة الأمنية بالمحافظة في المجالات التخصصية النوعية لتطوير أدائها والقيام بدورها على أكمل وجه. وأشاد العمري في حفل اختتام الدورة التدريبية الأولى في مجال التخطيط والإحصاء التي نظمتها إدارة التدريب والتأهيل بأمن المحافظة، أشاد بمستوى تنظيم الدورة والمهام التي نفذها المشاركون في تأسيس قاعدة بيانات إحصاء وتخطيط لمختلف الأجهزة الأمنية بالمحافظة. بدأت اليوم في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن ورشة عمل حول إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط التنموية السنوية للمحافظات، والتي نظمتها وزارة الإدارة المحلية لقطاع تنمية المرأة بمساندة مشروع دعم الحكم المحلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. نتابع معنا التفاصيل. أقيم اليوم في محافظة عدن ورشة عمل حول إدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط التنموية السنوية للمحافظات، والتي نظمتها وزارة الإدارة المحلية لقطاع تنمية المرأة بمساندة من مشروع دعم الحكم المحلي برنامج الأمم المتحدة المائي بمشاركة 20 مشارك ومشاركة من المحافظات عدن حضرموت الحديدة، والتي ستستمر على مدى يومين. كم هي سعادتنا اليوم أن تركز التعديلات الدستورية لإعطاء المرأة حقها 44 مقعد نيابي مقلق. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمامات قيادتنا السياسية الحكيم وثلب بفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله بالمرأة. فالمرأة هي نصف المجتمع. المرأة إذا صلحت صلح المجتمع كله. المرأة وراء كل عظيم امرأة عظيمة. المرأة لا شك أن لها دور كبير وفاعل في المجتمع. الورشة تهدف إلى الفهم الأفضل لعكس مكونات النوع الاجتماعي ضمن الخطة الخمسية الرابعة، وتعرف على تجارب فروع اللجنة الوطنية للمرأة في كيفية دمج قضايا النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية الرابعة.
طبعا أهمية هذه الورشات تكون في إدراج قضايا النوع الاجتماعي ضمن الخطة الخمسية الرابعة، حيث أن لوحظ أنه أغلبية الخطط التي تكون تخرج مثلا من المحافظات إلى المركزي لا تضمن خطة المرأة، فإحنا وجدنا أنه ضرورة إدراج قضايا المرأة ضمن الخطة، وأشركنا مدراء عموم تنمية المرأة في المحافظات وأيضا عضوات اللجنة الوطنية للمرأة ومدراء عموم التخطيط. المشاركون أكدوا في الورشة على دعم تضمين أفضل التجارب والممارسات في استيعاب النوع الاجتماعي في التخطيط بحسب توصيات وزارة الإدارة المحلية وإعداد خطة من أجل تقييم عامل استيعاب النوع الاجتماعي في جميع محافظات الجمهورية. حضر هذه الورشة الأخ أكرم الشيخ وكيل قطاع التطوير المؤسسي والأخ عمر العكبري وكيل قطاع الرقابة على شؤون الوحدات الإدارية. انصار عبد الجليل قناة عدن الفضائية محافظة عدن. أقيم اليوم في محافظة عدن حفل تدشين نشاط التشبيب أو تنشيط الشباب التي نظمته منظمة إيميدست بالتعاون مع وزارة الأوقاف والإرشاد والشباب والرياضة بحضور أمين عام المجلس المحلي الأخ عبد الكريم شائف، وذلك لخلق فرص عمل للشباب وبناء قدراتهم ومهاراتهم. أقيم اليوم بمحافظة الضالع حفل افتتاح المركز الاستشاري التقني الذي نظمته وكالة التنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بمحافظة عدن بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية محافظة الضالع. وفي الافتتاح أشار أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة محمد غالب العتابي إلى أن المركز سيحدث نقلة نوعية في مجال المشاريع الصغيرة التي تنفذها وكالة التنمية المنشآت الصغيرة عبر برنامج طموحي الدعم للشباب ويساعدهم في إقامة مشاريعهم. ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عمير مبارك عمير أمس مع مستشارة مؤسسة دوعن الدكتورة سلمى الدملوجي ناقش الاحتياجات اللازمة لعقد مؤتمر عمارة البيئة المقرر إقامته بمدينة سيئون أواخر فبراير القادم، ونوه عمير بالأهمية المعولة على أبحاث المؤتمر في خلق تصورات لتفعيل نشاط مركز العمارة الطينية بسيئون وتمكينه من تدريب وتأهيل الكوادر المهتمة بهذا الشق من صنوف العمارة. بدأت اليوم بصنعاء ورشة تدريبية خاصة بتوعية الإعلاميين حول قضايا الأمومة المأمونة بمشاركة 40 إعلاميا وإعلامية من مختلف الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة بمختلف محافظات الجمهورية. وفي افتتاح الورشة أرجعت أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة رئيس التحالف الوطني للأمومة المأمونة الدكتور نفيس الجائفي، أرجعت ارتفاع وفيات الأمهات وحديثي الولادة في اليمن إلى الفقر المعرفي للأم الحامل بعلامة الخطورة قبل وأثناء وبعد الولادة وسوء التغذية. من جانبها أكدت وكيلة أمانة العاصمة للشؤون القانونية مديرة برنامج إعلام المرأة والطفل بوزارة الإعلام فتحية عبد الواسع، أكدت أهمية هذه الورشة في استهداف الإعلاميين ليكونوا على اطلاع بقضايا الأمومة المأمونة، مشيرة إلى أن قضية الأمومة المأمونة ليست قضية صحية فحسب، وإنما هي قضية اجتماعية ترتبط بموروثات اجتماعية وممارسات اجتماعية سلبية لدى الكثير من أفراد المجتمع. بدأت اليوم بمحافظة صعدة فعالية ورشة العمل للجان التصنيف السياحي الميداني للمنشآت الفندقية والإيوائية والتي ينفذها مكتب السياحة بالمحافظة. وخلال افتتاح الورشة أشار أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة محمد العماد أشار إلى أهمية إجراء التصنيف السياحي لمعرفة القدرات والإمكانيات للمنشآت الفندقية ومدى الخدمات السياحية التي تنفذها. بدأت اليوم بمحافظة صعدة الدورة التدريبية للخطباء والمرشدين حول حقوق الأطفال تنظمها منظمة رعاية الأطفال بالتعاون مع مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة. وفي افتتاح الدورة أشار أمين عام المجلس المحلي للمحافظة محمد عيض العماد أشار إلى أهمية هذه الدورة في تفعيل دور الخطباء والمرشدين في التوعية بحقوق الأطفال وحمايتها. اختتمت اليوم في صنعاء فعاليات الدورة التدريبية الخاصة لمدربي بناء القدرات المؤسسية لمنظمات المجتمع المدني التي